قال المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبد الله أحمد الحمود الصباح اليوم إن الوزراء المسؤولين عن الشؤون البيئية بدول الخليج أقروا في اجتماعهم 21 المقترح الكويتي الخاص بالبوابة الخليجية البيئية. وأضاف الحمود في تصريح على هامش مشاركته في الاجتماع أن المقترح الكويتي الخاص بالبوابة الخليجية حظي بإشادات من قبل رؤساء الوفود المشاركة بالاجتماع، لافتا إلى أن البوابة ستعرض العديد من التجارب والإنجازات البيئية المختلفة للاستفادة منها. عقد أصحاب المعالي الوزراء المسؤولين عن الشؤون البيئية اجتماعهم 21 بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعاصمة العمانية مسقط. ناقش الاجتماع جملة من القضايا البيئية والتي تهم دول المجلس فيما يتعلق بتطوير مسيرة العمل البيئي المشترك وسبل النهوض به في ظل التحديات العالمية التي تواجهها البيئة والمناخ والتطورات التي تشهدها مجالات وآفاق التنمية المستدامة. اليوم تم التداول بالاستمرار قدما في تطوير البوابة البيئية الخليجية وتقديم الشكر لدولة الكويت على استضافتها لهذه البوابة التي من خلالها سيتم عرض جميع الإنجازات البيئية الخليجية للاستفادة منها من جميع الدول ومن يرغب في رؤية التجارب الخليجية في هذا المجال. كما تم في الاجتماع تطوير أنظمة الرصد البيئي وإنشاء البوابة البيئية الخليجية وبحث القانون البيئي الموحد وغيرها من المواضيع المرتبطة بتطوير العمل البيئي المشترك لدول المجلس. من أهمها تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الخاصة بالبيئة ووضع خطط استراتيجية للمرحلة القادمة للخمس سنوات القادمة للعمل الخليجي المشترك في كافة المجالات، سواء كانت في الجوانب جودة الهواء والمحافظة على البيئة من المواد الكيماوية أو الملوثات، والتعاون مع مختلف المنظمات والهيئات الدولية لتعزيز برامج حماية البيئة وحرصا على سلامة وأمن المجتمع. الاجتماع يأتي في إطار العمل الخليجي المشترك في مجال البيئة ومتغيراتها المتسارعة. للتلفزيون دولة الكويت، محمد بن عبد المهري، سلطنة عمان، مسقط.